الشعبي، بينما هنا الهجمة المرتدة الثالث يأتي لمصلحة السلية والصدارة. لا 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 لا، فيها بطاقة صفراء، فيها سوء سلوك من دار صديقي. ليس هكذا تلعب كرة القدم. أنت تسجل في مرمى السد، يجب أن تحترم تاريخ هذا النادي العريق وأن لا تسجل بهذه الطريقة يا بارو صديقي. هو يمتلك في جيبك بطاقة صفراء، الآن سينال بطاقة صفراء ثانية وسيخسر مكانه في هذه المباراة وأيضا في الدور نصف النهائي. بارو صديقي لعب الكرة بطريقة لا تمت إلى كرة القدم بالصلة، لذلك شوف حكم المباراة يلغي الهدف أو يحتسبه ويعطيه بطاقة. شوف التقدم، هي الكرة على الأرض تلعبها براسك ليش؟ هو سوء سلوك من اللاعب بارو صديقي وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي السد. تصرف غريب. شوف التحذير، يعرف ذلك جيدا اللاعب فيليبي جورج. نعم سجلت هدف.